الرحمن الرحيم. أول شيء أرحب بكم جميع وشاكر تواجدكم، وأشكر الأخ وعبد الله اللي يتاح لي الفرصة أن أجتمع بهالوجوه الطيبة، والحمد لله مهما كان العدد قليل والله العدد كثير، المهم أن الوجود مع بعض وانتلاقى نتحدث شوي عن نقول الماضي، كان ماضي جميل. يعني أخي يعقوب دائما في أشعاره يقول الماضي جميل. طبعا الأخ إبراهيم من معانا من مؤسسين الاتحاد ومن اللاعبين الأوائل في الكرة الطائرة، والأخ حرز بعد من اللاعبين الأوائل في الكرة الطائرة، يعني موجودين الحمد لله وهم لهم تاريخ كبير في هذه. والأخ إبراهيم لعب مع نادي الحالة. يمكن احنا نبتدي بالموضوع ذي. الكرة الطائرة كانت فاكهة الصيف، نقولها فاكهة الصيف لأنها تلعب في الصيف. اللاعبين كرة القدم لما يخلصون الدوري ويخلصون هاي توزعت اللعبات، كانت اللعبات المشهورة الطائرة في الصيف والسلة في ليالي رمضان، هاي اللعبتين اللي كانوا ماشيين. يمكن الكرة الطائرة أنا أقولها بدأت يمكن من حوطة إبراهيم المشاهد مجلس إبراهيم، كانت هني بيوت عرش سعف، والله كتب ان احترقت هاي البيوت هاي سنة 1961. اي نعم، احترقت ذي البيوت وصارت ارض خالية رماد و يعني سود الارض. وهذه فكرنا، وكان الاخ ابراهيم والله يرحمه الاخ احمد صالح مجموعة في الحالة عملوا ملعب كرة طائرة. أنا أقول كرة طائرة انشأت من هنا، لأن هذا الملعب بدأ، وبعدين كانت في فرق تينا وكنا نروح، حتى أتذكر إبراهيم نروح القلعة. القلعة كان في فريق مال الأمن العام مال المطافر، كلهم كانوا باكستانيين وهذه من المطافر، كانوا يلعبون كرة طائرة ونروح لهم ساعة نلعب مباريات معهم هناك داخل. لين بدأ نادي باكستان ونادي البحرين، الشرطة اللي هم هذه وفريق التقدم، يعني في مجموعة فرق بدأت هذه. كان نادي البحرين متبني تأسيس اللجنة مصقرة في الصيف تعمل بطولة. البطولة دي شارك فيه فرق كثيرة، وتذكر النهائي يحضر المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سلمان، كان يحضر النهائي. وإبراهيم حصل كم من ساعة لأن أنتوا كلها تلعبوا النهائي. والله شوف، هو في النهائي إذا احنا لعبنا ويا الشرطة الشيخ محمد سلمان يجيب ساعات، إذا الشرطة غلبوا أعطوا الساعة، إذا احنا غلبنا أعطوا قلم باركة. شو اسمه، آخر مباراة كانت الاتحاد تأسس فيها 74. الاتحاد تأسس أيضا في نادي البحرين، أتذكر كان كل الاتحادات تتبع الاتحاد الرياضي البحريني اللي هو كرة القدم، بس يسمينا الاتحاد الرياضي البحريني، وكان نتبع وزارة الشؤون الاجتماعية
الرياضة كلها تتبع كانت وزارة الشؤون الاجتماعية الأندية قبل المؤسسة في 74. فدعونا تشكيل لجان، لجنة الكرة الطائرة، لجنة السلة، لجنة اليد، لجنة ألعاب القوة، لجنة الأثقال، لجنة السباحة، كرة اليد، هذه اللجان. سوينا اجتماع في نادي البحرين تذكر في السطح في الليل، وياو الأندية كلها واللي منضم اللي تلعب كرة طائرة، لأن ما تأسس واعتمد عليهم كأندية مؤسسة. وانتخبت كرئيس للجنة التحضيرية واللجنة اللي تضع دستور الكرة الطائرة. وضعنا دستور الكرة الطائرة وقدمناه لوزارة الشؤون في سبتمبر 1974. اعتمد الاتحادات الرياضية، وكانوا أظن 6 اتحادات اللي اعتمدت، لأن اتحاد الكرة الطاولة كان مؤسس قبل. اللي اعتمدت كانت الطائرة، السلة، اليد، ألعاب القوة، السباحة، والأثقال وكمال الأجسام. هاي 6 عطوني مقرات في الجفير، كل واحد له حجرة، وذي الحجرة كنها ميلة سعود، فيه السكرتارية، هي فيه كل شيء، فيه أبو بدري يطرش أخباره حق الأنباء الكويتية، يعني كل هذه. بدأنا طبعا أول ما بدأت كرة الطائرة كانت فرق عادية ولاعبين يلعبون على سجياتهم على النظام الأولي اللي أول الباكستانيين كل تشور وسمونه والثلاث أشواط من 21. بعدين البداية خمسة عشر. احنا عندنا فريق كان حرز ضمن الفريق الاول، انت ولا الفريق الثاني؟ الفريق الثاني ايام ما كان طالب عندنا في طارق شكل المنتخبات. طبعا المنتخب مو ذاك اللي تقول يعني بيجيب نتيجه وهذه، الدوري مشرف ومدرب ومحمد جاسم الله يذكره بالخير مال بسيتين، مجموعة عيسى برشيد وابراهيم برشيد، مجموعة كبيرة كانوا، حسن برشيد، عيسى هو العود، حسن العود وعيسى وياه وابراهيم ثلاثتهم، تالي عقب ياهم يوسف وياهم. بس الفريق ثلثين من الحالة لأنهم اللي مؤسسين كرة الطائرة. بعدين لما شكل المنتخب يعني وإحنا أول اتحاد، أول منتخب وفي الاتحاد، إحنا ما كان يعني هذا الطموح، لأن شاركنا في بطولة عربية في الكويت طبعاً، طلعنا الأخير. بعدين شاركنا عقب أبو بدر وياي أظن لما شاركنا في البطولة العربية الأفريقية في الكويت، قلنا لهم قبل لا تروحون الفريق شرط واحد بتروحون، هل بتجيبون نتيجة؟ كلهم قالوا احنا ما يحتاج بنجيب نتيجة. قلت لهم شوفوا، إذا ما جبتوا نتيجة وانتوا في الطيارة ينحل الفريق، يعني لا تتوقعون بتستمرون، لا انتم ولا مدربينكم ولا مشرفينكم ولا شيء. راحوا الكويت البطولة العربية، بعد طلعنا الأخير، واحنا في الطيارة طلعت قرار ان الفريق فما لا، اتجهنا لخطة جديدة
يمكن ما طبقت في أي مكان، ما طبقت، اللي هي تشكيل فريق يطلق عليه فريق الأمل. سوينا مراكز تدريب حق الصغار، حيّلنا مدربين، مركز كان رئيسي بعد في نادي مدينة عيسى، كانت الأرض كلها حصى، ومركز في المحرق، ومركز في القادسية، نادي القادسية في السلمانية. هذه المراكز اخترنا منهم مجموعة، شكلنا منهم فريق سمينا أول فريق الميني، ميني فولي، تالي أطلقنا عليه فريق أمل الكرة الطائرة في البحر. وأبو بدر ما يقصر، كله يشيد بالخطوة دي دائما، ويا ريت كانت اتحاداتنا الباقية تبعت ذي الخطوة، كان ما زال عندنا فرق الآن يعني تنافس. الفريق الأمل قلنا لهم أول سنتين مو بمشاركين، تالي في بدينا الخطوة مع المؤسسة العامة، الله يذكره بالخير الشيخ عيسى بن محمد أمين عام المؤسسة العامة الشباب والرياضة، كنت أنا بعد موجود في المؤسسة، بناء صالة أم الحصن. وكان الشرف لنا إحنا الطائرة أن أي صالة تنبني افتتاحها منتخب الكرة الطائرة، يبنى منتخب الكويت ومنتخب البحرين، افتتاح صالة أم الحصن. بعدها الصالة دي حددت للعبتين، الطائرة والسلة فقط، في ديسمبر 76. بعدها عقب سنتين صار عندنا فريق نقدر نشارك به. نظمنا في سنة 78 بطولة العربية للصغار ميني فولي، نظمناها في صالة أم الحصن، وطبعا صار فيه لبس بعض الدول أعمار وبعض هذه، لكن عديناها لأنه وصلنا إحنا الفاينل. ذي الفريق حطينا له برنامج عود، يعني كان قبل تفكيرنا بعد، يمكن احنا ما فكرنا بهالاشياء، حطينا له برنامج تغذيه، برنامج دراسه حق الطلبه اللي يلعبون ذلين الصغار، يعني ما نخليه هذه، يعني احنا الحمد لله معظم لاعبينا طلعوا متفوقين، لأن حطينا لهم وقت الاختبارات مدرسين يبنى لهم، يعني سوينا الفريق كعائلة، حتى أبهات ميونة أهاليهم كل مباريات موجودين أهاليهم. فهذه سوينا نواة بمنتخب كبير، المنتخب ذي تدرج، يعني يمكن احنا لعبنا في 78، لكن 79 تأسيس الصالة الرياضية في الجفير، صالة الشباب، هذه لها قصة تبقيلها يوم كامل، ما نقدر نقولها قصة طويلة، هاي تبقيلها بروحها محاضرة، بروحها يبلى الشوارع. فنظمنا، يعني شوف شلون تفكيرنا، احنا اول ما رحنا الاتحاد الآسيوي، الاتحاد العربي تأسيسه احنا مؤسسين 75 في بغداد، لما أسسنا الاتحاد العربي اطلبوا منا ان نكون في مجلس الإدارة، انا والله المرحوم الشيخ عبد الرحمن فارس، حتى الشيخ عبد الرحمن هو اول رئيس المجلس التأسيسي للاتحاد العربي، هو كان رئيس الجلسة، لكن طلبوا منا ان نصير اعضاء في الاتحاد العربي، قلنا لهم لا احنا تونا، اعطونا مجال نكون نفسنا، احنا نبغى نفكر شلون اداريا، شلون هذه عشان نوصل، يعني ما كان خطتنا هذه. فقال لي الشيخ عبد الرحمن ليش ما ادش، قلت له لا انا تفكيري غير، وان شاء الله لين رحنا الفندق بقول لك ليش تفكيري.
طبعا انتخب خالد الصانع نائب رئيس، خالد الصانع من الكويت، وناصر سليم من مصر كان نواب رئيس، واعطى الباقين. هذين شو اسمه هم يعني مجلس الإدارة. أنا صرت في ال... لا لا عقب ولا يمتعب عقب أنا دشيت في اللجنة الفنية عشان أخذ خبرات أشوف هذه. الشيخ عبد الرحمن لما رحنا الفندق الله يرحمه يقول لي ليش ما بغيت؟ لا طال عمرك أنا خطتي غير. قال لي ليش؟ قلت له الكويت صاروا نائب رئيس الاتحاد العربي. احنا في 77 في اجتماع الاتحاد الاسيوي لازم احنا نصير نائب رئيس. فهذا كعلم فنروح الاتحاد الاسيوي احسن. فقال صدق خوش تفكير. فبدينا 75 وياهم وهذه، ودش ناصر في اول مره دشيت اعلام في لجنة الإعلامية، ودششنا جعفر في الحكام، ودشش يعني مجموعة. أنا بتعقت هذه. بعدين الأمين العام كان الله يرحمه عبد الرزاق الطائي من العراق، قال أبغيك أمين عام مساعد لي. فصرت أمين عام مساعد للاتحاد العربي. طبعا رحنا الاتحاد الآسيوي سنة 77 في اليابان دعونا، ورحنا تأسيس الاتحاد الآسيوي. كان الاتحاد الآسيوي مقر أول في الفلبين وتجمد، بعدين عاد التأسيس صار في اليابان سنة 77. سنة 77 رحنا أنا والله يرحمه الشيخ عبد الرحمن الاجتماع. في أثناء الاجتماع سوينا علاقات مع اليابانيين، هاي أول علاقة لأننا نبغي نكسبهم. فالمقر نبغي ننقله من الفلبين لليابان، اطلبوا مني دعم. قلت لهم أن الدول العربية اللي وياكم كلهم بيدعمون اليابان من هذه، بس مقابل شيء واحد. قالوا شنو اللي تبغون؟ احنا قال لي اول شيء نبغي ان احنا نصير نائب رئيس اول للاتحاد الاسيوي. البحرين هي النائب الاول للاتحاد الاسيوي. قالوا احنا بندعمكم كيابانيين. وهاي ثاني شيء قلت لهم احنا الان معروض في جدول الاعمال في بطوله اسيويه جايه سنه 79، نبغي ننظمها في البحرين. ها الكل تعجب، قال انتم توكم ايش بتنظمون بطوله اسيويه 79؟ قلت نبغي ننظمها. عندكم منشآت؟ قلنا بتصير منشآت. اتصلت انا بالتليفون بالشيخ عيسى بن محمد، لا طال عمرك في بطوله معروضه على الجدول الأعمال سنة 79 تنظم في أي دولة، وإحنا نرغب يعني ننظمها، وهي فرصة للبحرين على المستوى الآسيوي والدولي بيونك، هذه فرصة وهذه دعاية عالمية. قال الشيخ عيسى بن حمد توكل على طلبنا البطولة، وافقوا عليها، وافقوا ان احنا نائب رئيس. قال لي عبد الرحمن لا تحط ان لازم انا اكون، حط البحرين، لان انا ما ساعدت انا بالخارجيه يعني ما عندي فرص ان دائما اطلع هذه. قلت له لا خل اسمك واي واحد لحق يمثل مكانك. عقب اعطينا ان الشيخ عبد الرحمن كنائب، هذه عيننا كنائب رئيس لمنطقة آسيا. آسيا أول ما في موزعين، أول بس نائب رئيس ونائب رئيس عن منطقة آسيا، لأن الاتحاد الدولي يسمح حق كل الاتحاد
قاري اثنين يعينون. فالاتحاد الدولي شي عين؟ عين رئيس الاتحاد الآسيوي نائب تنفيذي، والنائب عن نائب آسيا عضو في مجلس إدارة الاتحاد الدولي. فدشين الاتحاد الدولي أوتوماتيك في هذه. نظمنا طبعا هذه بطولة آسيا، تنظمت بمعجزة، يعني معجزة كبيرة، لأن لا مش منشآت ولا مش شيء. تذكر أبو بدر وهذه إبراهيم أيينا مندوب الاتحاد الآسيوي يقول وين منشآتكم؟ رويت الأرض، الأرض ما في، قال لي هاي أرض، يعني أرض بحر، لأن في الجفير كانت المنطقة كلها بحر، ما في ولا بناية. هالبنايات اللي تشوفونها بركات الصالة، كان ملعب كرة القدم، اي كانت بركات الصالة، كان الجفير مال الانجليز والامريكان هناك، ما في ملعب كرة في وادي مدفون من هناك. كان في ملعب كرة قدم. إيه هذا متابع نادي الجفير. نادي الجفير. نادي الجفير. بحرين سكول. لا إيه بحرين سكول هناك صوب الجفير صوب المدخل. اللي قاعدة والبعن بحرين سكول. يا مقر الاتحاد ومقر الاتحادات كلها. نفس الملعب. لا الملعب كان قدام. شمال. وبعد. إيه وهذه وقلنا له أنت عقب 14 تعال شوف هاي دعونا في اجتماع طارئ في هونغ كونغ. أتذكر إن نروح نقدم تقرير عن البطولة. اضحك الشيخ عيسى محمد ربنا أقدم تقرير وأروح. قال وين بتروح؟ قلت له بروح هونغ كونغ. متى بتروح؟ قلت له الليل بروح بكرة الصبح عندك في المكتب. قال شلون؟ 9 ساعات. قلت له ما عليك انت من هنا بس بروح. حجزنا على الكتيبة سفيك ورحنا، رحت هنا وقدمنا تقرير. قالوا المندوب الاتحاد الدولي قال الاسيوي قال انا شك ان تقام البطولة، لكن يلا نحط بلد احتياط. قالوا هونغ كونغ احنا نبغي احتياط، حطوا هونغ كونغ احتياط. رحت وقدمت هذه والله وصلت تذكر 9 الصبح وصلت هونغ كونغ من المطار لقاعة الاجتماعات. خلصت الاجتماع من قاعة الاجتماعات للمطار للبحرين. جيت وقدمنا تقرير وقدمنا حق جلالة عليكم السلام، قدمنا حق جلالة الملك لما كان ولي العهد. قال توكلوا على الله نظم البطولة. خلاص توكلوا على الله وعطانا الضوء الأخضر صادتنا مشاكل وايد. هذه كلها تتبع الصالة ما أقدر أقولها الحين لأن وايد فيه مشاكل، بس نقول عن تطوير الكرة الطائرة. هذه فريق الأمل لما صار خذينا البطولة، رحنا السعودية بطولة العربية خذينا المركز الثاني، يعني في مباراة الله أهلا يرويكم إياه مع السعودية. يعني نبذة بسيطة يعني عن الكرة الطائرة. وهذه نتذكر الأول إبراهيم يمكن لعبنا مباراة اللي في صالة أم الحسن الحالة الفردوسي. الحالة عندهم لاعب يمني سالم، كان عندنا يمني لا هذه المباراة نفسها سالم والمنامة عندهم لاعب إيراني كان يشتغل في السفارة الإيرانية. وكانت الصالة ما تشيل، يعني الناس على في الأرض يالسين في وسط الصالة. والنهاية كانت فوز الحالة بالبطولة. هذه 2-0 كان فردوسي، كان 2-0 فردوسي، تالي الحالة 3-2 أقربوها. وهذه حظ شارك لها، حرص شاركت فيها. هذه البطولة ما تنسي لأنها ذكريات إن شلون لعبة الكرة الطائرة كانت
يعني يمكن المقارنة كانت تأتي بعد كرة القدم في الجماهيرية. يعني احنا نتذكر صالة الجفير اللي نلعبه والنصر ومحرق نقفلها قبل ساعة. فالحمد لله يعني يعني اشكر الاخوان ابراهيم كان من المؤسسين، وبدر وياي كرفيق دار، وعبد الله ما قصر وياي، والوفود كلها يروحها والمنتخبات وهذه، والحمد لله الكرة الطائرة خذت دور كبير. مشكورين وسامحوني على التطويل وال بس ما تكلمت عن دور المدارس. شنو دور؟ لأن ما كان في اتحادات أصلاً. الله يسلمك. المدارس هم اللي تنتج. أنا بقول لك في المدارس إحنا تواجهنا مشكلة ويا المدارس، ويا كانت كنا نطرش المدربين حق حصص التربية في المدارس عشان يختارون لاعبين حق فريق الأمل. يبنى احنا مدربين توانسة 8 وزعناهم على الأندية. أول اتحاد يسوي كذي، وزعناهم على الأندية، كل نادي ياخذ مدرب المرتب من عندنا. المشكلة واجهتنا لما رحنا الله يرحمه الأستاذ جاسم أمين. وزارة التربية، قلنا له نبغي نتفق وياك نعطيك مدربين كمدرسين في بعض المدارس كمدرسين رياضة. احنا ما نبغي منك شيء، المرتب احنا بندفع، بس نبغي السكن. انتوا عندكم سكن تربية وايد وما كلهم حزاب الجبنة. ما وافق. ولكن احنا البداية الحكام مدرسين تربية، كان الله يرحمه محمد الباكر، جعفر الثقفي، هسه ابراهيم يسمونه كلهم. حتى المؤسسة لما نقلنا منها، لما دشينا احنا المؤسسة طلبنا المدرسين رياضة ان يصيرون موظفين في المؤسسة، لان عشان يطورون رياضة عندنا احنا ما كنا هذي. طبعا التربية الرياضية كانت لها دور كبير، لكن هي مشكلتنا كانت في الإدارة. إدارة ما كانت متعاونة. هذا صح. أنا أقول لها أنا ترى ما أقط في الوجه، ما أقول لها أنا شيء. يعني ما هذه ما في. نقطة واحدة. تفضل. أنا بس بوضح حق بالنسبة للكرة الطائرة في المدارس. زين؟ أنا الله يسلمك مدرس تربية رياضية، بديت في مدرسة أبو عبيد الابتدائية، ثم مدرسة عبد الرحمن ناصر الابتدائية الإعدادية، ثم مدرسة طارق بن زياد الإعدادية الثانوية، ثم الصناعة الثانوية. طبعا من مدرسة عبد الرحمن ناصر اهتميت أنا بفريق كرة الطائرة، وفي الفصحى يمكن حرز والجماعة تذكرون ان انا الزم الطلبه الرياضيين ان يشاركون في التمرين، تمرين كره الطائره، اني بكره الطائره فريقين مع بعض، ما نوسطهم معلمهم الرافعه والكابس وغيره. عطينا المهم ان في مدرسه طارق بن زياد اول ما بدينا فريق الطائره سحنا المدارس كلها الاعداديه قبل الاتحاد. قبل الاتحاد 68 اقول لك الهي. وبعدين 70 في مدرسة طارق، يمكن حرز تذكر في الفصحى على طول من السهل جلس فصحى طلعت كرة طائرة، فريق مدرسي في جهة فريق الطلبة في جهة، وكان ويانا السيد حسن عجلان بعض المدرسين، ويدري حرز يعني من الطلبة اللي برزوا في كرة الطائرة من المدرسة، ثم نادي الحالة، ثم المنتخب، وكان من أول لاعبي المنتخب في كرة الطائرة. صغاري. نعم. المدارس. أنا أقول لك بالنسبة لتجربتي أنا كمدرب تربية في المدارس اهتميت كرة الطائرة، وفريق المدرسة الذي يحرص على البطولة المدارس. يعني احنا بدايتنا كحكام هذه كلها مدارس. وبعدين مثل ما تفضل الأخ محمد حمادي.
تأسيس الاتحاد البحريني لكرة الطائرة يعني كلفنا احنا مجموعة، انا ومحمد حمادة واحمد صالح على الرحمن، محمد رفيع، عبد الله حبيب، من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لوضع النظام الأساسي للعبة. وفعلا انا يعني استعدت ببعض الكتب من اتحاد كرة الطائرة من الكويت ومن مصر، وطلعنا بعض انظمتهم ولوائحهم وقدمناها لأتذكر يعني احنا كتاب من مدير الشؤون الاجتماعية الله يرحمه جميل جميل من عنده رسالة بتكليفنا هذه الكلام 74. وبعدين ما عقب ما أسسنا الاتحاد جت المؤسسة العامة للرياضة الشباب 75 شهرت الاتحادات الرياضية. إذا ما تفضل محمد كان في الجفير أول ما قال كان كرة القدم في مبنى مقابلة هني اللي كان عقب ما الجيش البريطاني سحبوا أعطوني المنطقة الجفير حق الاتحاد ست حجار ثلاث فوق وثلاث نعم. وبيوت الشباب صار فيها نعم ثلاث بيوت الشباب هذه يعني بداية الكرة الطائرة المدارس نعم. وإحنا مثل ما تفضل يعني الفضل للكرة الطائرة في البحرين أول نادي البحرين لأن نادي البحرين كان عنده ملعب باسمين في نادي وكنا إحنا نروح نتفرج طالحهم بعدين يعني هذه يعني أنا قلت لازم تسوي لنا ملعب في فريجنا في الحال مثل ما توضى محمد وقال أقبل الحالي اللي صارت في الحوطة اللي شهر بيتنا أما الملعب يعني وما شاء الله أنا هي الساعة 2 أشد الشبك لأن بيتي شاهد الملعب أشد الشبك هني واللاعبين اللي في بابكو الله يرحمهم كلهم يا من يمرون يشوفون يقول اليوم تمرين احنا تمريننا عن مباراه فريقين فريق الله يرحمه عند احمد صالح الله يرحمه وفريق عندي انا ومجموعه يعني فريق المغلوب يشرب البيبسي وهذه يوميه وطلعنا ذاك الفريق اللي تمنى اكتسار فريق البحرين كبير. زين شو قصه نادي الباكستاني؟ ما كان يشغل ملا نادي الباكستاني وصل نهائي عندهم ملعب بس فات في ناديهم نروح لهم في كشافات في هذه يلعب في الليل ويجب. شكرا يا اخونا ابراهيم جزاك الله خير وضحت لنا اشياء كثيره الحقيقه وانتم ما شاء الله عليكم كره الطائره خاصه يعني نادي الحالب بالذات انا شاهدت لاعبين كثيرين منهم واللي سحبني انت خليتني أن يعني محمد حمادي اللي اصر علي ان اكون معه في الاداره لان كنت احب كره الطائره كنا نلعب مع اخوي يوسف بوزيد حتى ياذن علينا المغرب في رمضان واحنا نلعب من وراء السيد احمد الدكتور صوب مستشفى العين هاي محبتنا حق كره الطائره وانا حبيتها لان محمد حمادي عرض علي ان انا اكون معه في الاداره الله يجزيه خير والحقيقه انا كنت يعني كنت مرتاح مع اخو محمد حمادي بس اختلف معاه كلنا نختلف مع بعض ولكن المصلحه العامه مصلحه الاتحاد احنا نختلف ساعات ناصر يختلف مع محمد انا اختلف مع ناصر وهذا يحدث يعني ولكن المصلحه العامه لكن عائله واحده نعتبر نفسنا مثل ما قلت لكم قبل عائله واحده ولي مواقف مع اخوي محمد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا يكون لي الشرف انه تكون محسوب على اتحاد الكره الطائره وهو السبب ان انا ولله واعوذ بالله من كلمه انا اعتز بشيء واحد ان اللي أنا قاعد على يمين الحين أخوي محمد حمادي هو الأساس اتجاهي للعمل الإداري ما كنت أفكر أبداً أن أكون متجه للعمل الإداري مثل ما كنت يعني أحب الصحافة وكلكم تدرون شلون الصحافة فجيت من حسن حظي أن كانت بدايتي قوية في جريدة الأنباء الكويتية من 76 وهذا شيء يعني أعتز فيه وأفتخر فيه في كل مكان لأن الجريدة هذه علمتني كل الأمور علمتني مثل ما قال حمادة كنت أروح وقطي كل أنشطة الاتحادات في الوقت اللي
طلعت هي ويا اخبار خنجة اخبار خيز كانت نص صفحه الانباء خمس صفحات رياضه وبداوا الناس في البحرين يعرفون الانباء فهذه جانب ثاني بس بغيت ابين لكم فمعيت الحماده امي ودني يقول لي تعال انت تصير عضو في ماسك العلاقات العامه في الاتحاد قلت له انا ما احب الامور هاي قال لا فكانت بداية الخطوة الأولى أن أكون في العلاقات العامة وكنا نغطي يعني أخبار خيز ما كان عندي ذاك الستاف اللي يغطي حتى مبارياتنا نوديها نطرشة ويغطون أخبار الخليج لكن رغم أنه يعني ما في مجال يعني حتى لو بعقب يوم المباراة بس تنحط فبدأنا شوي شوي لحد ما شفت روحي عضو في الاتحاد العربي للكرة الطائرة في لجنة العلاقات العامة كانت لجنة قوية فبدينا ندش على الطريق الصح سنة 1980 كانت بداية الانطلاقة في العمل الإداري أشوف حماد مصر له أنت تصير ويانا في مجلس الإدارة قلت له أنا ما أبي يا محمد وكذا وذي فللأمانة والتاريخ محمد حمادة لما يقولون كرة الطائرة يقولون الأب الروحي محمد حمادة وهذا شيء الكل يعني يعرفه وخصوصا أقربكم الموجودين يعني عشتوا السنوات هذه ونعرف شلون حمادة سوى وشلون حمادة فعل ومثل ما قال أبو عبد الله يعني كنا نتعلم منه كل يوم شيء جديد حمادة يعطيك الفرصة ويحط ريلك في الطريق إذا أنت عندك الكفاءة والقدرة بتفرض نفسك ما عندك تشوف روحك مبتعد وياما حاول وسوى ناس على مستوى وطلعوا وياما ناس ما قدروا يوصلون فاختفوا فأنا بديت ذاك الوقت أشوف روحي كان لي الشرف أن أشتغل ويا الشيخ عبد الرحمن بن فارس سنة واحدة سنة 80 عين وفراس سفير في لندن راح حمادة سوى تغيير في الاتحاد طبعا صار هو الرئيس بحكم كفاءته بحكم قدراته بحكم عمله وصرت أنا أمين سر الاتحاد وشفت روحي أمام مسؤولية تختلف تماما عن مثل ما يقول حمد نايم الحين شلون صرت هذه شفت روحي من داش يعني خلاص الحين فكنا يعني من حسن حظنا ان كنا كجروب عائلي في اتحاد الكره الطائره وهذا شيء ما كان موجود انا اقولها بكل ثقه ما كان موجود في اي اتحاد مثل اتحاد الكره الطائره حتى جلساتنا الخاصه كنا نجتمع كل ليله جمعه يجونا مال الاتحادات الثانيه يقعدون ويانا فكنا ماشيين بطريق صح قدرنا وبتوفيق من رب العالمين ان يعني يكون لنا دور وبدينا بوجود الاخ محمد ندش الاتحاد الاسيوي الاتحاد الدولي وكانت البحرين مثل ما كان حماده في البحرين لا دور فيها كان لا دور في كل دول الخليج ولا زالوا الناس في دول الخليج يتكلمون عن دور حماده وعطائه وحركاته اللي كان يقوم فيها لدعم الاخوان في الخليج يعني احنا عندنا ناس كانوا حصلوا مناصب في البحرين لكن مثل هالريال ما حد سوى عطى الفرصة لأبناء البحرين وعطى الفرصة لأبناء الخليج ان يكونون لهم دور في ان يمسكون مناصب وكانوا يسعون لنا يون يعني احنا سباقنا عهدنا في كل الامور سباقنا كل الاتحادات صراحة يمكن الوحيد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بحكم كان وجود جميل جشي وعلاقاته وكذا وبعدين من بعد عباس في منصب واحد احنا لا عندنا العديد من المناصب فبدينا الناس تعرفني يعني انا واحد مثلا دخلت من سر مساعد في الاتحاد العربي لكره الطائره بعد ما محمد يعني خذوا المنصب قالوا خلاص ما نبي فاشتغلت من سر مساعد لمده 9 سنوات الناس عرفوني في الطائرة وبديت أدش العمل الإداري ونعرف شلون تكلم نعرف شلون طلع بلدنا شلون نسهم في تطوير اللعبة
احنا كاتحاد طائرة بتكلم انا كجانب ثاني الان محمد تكلم عن الاشياء الاداريه وكل شيء. احنا الاتحاد الوحيد اللي على مستوى البحرين والخليج ويمكن حتى الدول العربيه كنا في كل موسم نصدر كتيب يشمل مباريات المراحل كلها. بعد ما بنت صاله مركز الشباب اللي في الجوفير كانها كانت مخصوصة الكرة الطائرة ياخذون بعض الاتحادات حق المباريات الفاينل. فبدينا الناس تعرف برنامجنا الزمني وهذه ما تحقق الا بتوجيهاته هو. وبعدين انا ترأست اللجنة هذه لكن سويت كان عندنا جعفر نصيب اقول له جعفر انت مسؤول عن التحاريم والامور الدينية وان يكون مبارياتنا ما تأجل وهذه شيء يحسب لنا. يعني لما طلع كتيب وما الموسم كامل وجدولك الزمني ما حد سواها. أي عبد الرزاق الخواجي كان عندنا في وزارة التربية والتعليم تقول لنا يا عبد الرزاق متى مواعيد الامتحانات ومتى مفروض الطلبة ما يلعبون حق مراحل سنية أو شيء. فكان الشغل موزع على الكل. احنا يعني لما أقول إحنا أعنيه بكل ما تحمله الكلمة معنى عندنا ناس يعني كل واحد يقول هذه ما تشوف في ناس تكمل شغل العمل الجماعي. يعني ناس مثلا ما ينسى تاريخ الكرة الطائرة الله يرحمه المرحوم أحمد أمين كان له دور يعني هو عمل إداري من قبل لكن كنا مستفيدين منه في امور كثيره. عبد الله حبيب كان امين مالي تعلم وعرف يعني كل واحد له شغل والكل يوقف وياه. جعفر نصيب وصل لمستوى الاتحاد الاسيوي الاتحاد الدولي. فكنا يعني البحرين محطه كامله بكل ما تحمل الكلمه معنى في سبيل ان نرفع اسم البحرين. وبالفعل حتى النتائج اللي تحققت ترى ما تحققت اعتبار تحققت. يعني انا لازم اقول حق مثلا حتى التحكم انا ما اقول لهم جيبوا محمد حماري خليه يكلمكم عن تجربه فريق الامل. مو بعيب انه يكلمنا حماري ويقول لنا ايش سوينا وش عملنا وكذا واحد اثنين ثلاثه خطوه يكون لنوصل نحقق المنشود واللي نتمناه. يعني احنا مثلا حماري قال لك انه فتح المكور استطاع ان يخرج الفريق التونسي بس فريق اليابان بعظمته كل نروح يسوون لنا معسكر وشايلين في شيء من كل شيء. رجعنا البحرين كان نقلبهم وناخذ منهم صداره المجموعه في بطوله اسيا العالم اول بطوله اللي هي 87 يقولون احنا ندربكم احنا دربناكم انتم تشغلون احسن منا ما قصروا بعد. فما يعني احنا استفادين من هالعلاقات استفادين من التعامل مع الناس شلون. وبعدين طبعا احنا ولله الحمد كنا محصلين سبورت سواء من الشيخ عيسى بن محمد الله يذكره بالخير او الله يرحمه الشيخ عيسى بن راشد يحرصون يحضرون مبارياتنا يحرصون يحضرون النهائيات. في دعم مستمر من يعني الحكومه بعد مو بن شو اسمه. ويمكن يعني حتى عشنا احنا مرحله هذه ما كنت في الاتحاد لكن عشنا شلون سوينا الشارع في الجوفير ان الملك ان الامير الشيخ عيسى بي يبغي له قصه يعني يعني سوينا شارع باللوس علي مراد يقول وين بتسوون وين كان هوشني ماجد المشي لما كان شلون قال لنا بس سو شارع انت الحين خلينا نطلع للصاله ونقدر نرجع منه والباركينج ودي. فكان في روح الولاء والانتماء وهي ضروري يعني. وبعدين اقول لكم شيء بعد راجع لله وتوفيقه ولجهود محمد حمادي. حمادي حتى اللاعبين دعمهم دعم لا تتخيلونه. يعني اللي سويناه في الكره الطائره حصلنا ناس لاعبين وصلوا على مستوى في توافق الدراسه توافق يعني كان الشيء الثالث اللي بعد مهم ان كنا لما نجتمع بدا فريق الحاله شوي يهبط في المستوى طلع فريق النصر
طلع فريق الوحدة، طلع فريق الأهلي. الحين احنا نبي مين؟ نبي فريقين اللي عندهم جمهور، نبي المحرك ونبي الأهلي. في البداية نجحنا مع الأهلي نوعا ما، لكن نجحنا مع المحرك بشكل مميز. ويمكن ويمكن في شيء مهم، يعني ناس تلوم حمادة انه هو يمكن شبه قضى على الحالة، لكن كان مستوى الحالة بدي ينزل، فسوينا مرحلة فتح الانتقال وياو ثلاثة لاعبين من الحالة وراحوا محرك، فبدأ فريق المحرك يطلع وبدأ الدعم يزيد من النادي. فالحمد لله وفقنا وبدأت الكرة الطائرة تشهد جماهير خفيرة يحضرون، بدأوا الناس يعرفون شنو الكرة الطائرة على عكس ما كان قبل. فكل هالأمور يعني تحققت. المحرك خلوا 9 بطولات خليجي، شيء مميز يعني ما صار له في الجول في الجول. فالحمد لله يعني تميزنا بأشياء كثيرة، وكل هذه راجع لدعم أو فضل من الله سبحانه وتعالى ودعم المؤسسة وجهود بجاسم، اللي أنا صراحة له فضل كبير علي إن دخلت العمل الإداري والناس بدأت تستقرب شلون يبقى ناصر محمد حق العمل الإداري وصحفي. لكن مثل ما سوى فيني الأخ عبد الله عيسى، عبد الله عيسى يعني في سنة من السنوات أنا تركت اللعب يعني 74 خلاص دخلت الصحافة، اللي يقول لي تعال أبو يونا سلي، قلت له أنا مالي شغل بس يعني خلاص. عبد الله قال لي لا أنا بيك سنة واحدة بس نعد الفريق إنه يكون، أنا بروح بسافر، أنت تحب اللعبة ولعبت ومارست وكذا، فلعبت الحولة. تشاء الصدف إنه في هالسنة هذه عبد الله راح دورة في الكويت مدربين ومن وزارة التربية أو شيء. فبديت أنا ماسك لعبت أول شيء، قلت له ما يصير بس ما دمت بديت حتى مسكت الفريق. ومن ضمن الصور أخوكم لابس خطرة وعقال والنعال فسخة يمي مدرب كرة سلة، يعني ذاك الوقت يعني وقت متجه الاتجاه أنه بروح. حتى أنا حضرت يعني حق دورة حكام في كرة سلة ولعبتي صراحة المفضلة، لكن الأخ سوالي قسيل مخ وخلى حب الكرة الطائرة يطغى على كل شيء. وصار الحمد لله ترى وصارت إن كنت عضو في الاتحاد الآسيوي لجنة العلاقات العامة، عضو في الاتحاد الدولي، إنما يعني الحمد لله مناصب الواحد يفتخر ويعتز فيها إنها تكون في سجله. لكن الحمد لله رب العالمين استطعنا إن نوصل كرة الطائرة إلى مستوى راقي، إلى مستوى الكل يشيد فيه، إلى مستوى إن تكون البحرين محطة أنظار الدول الآسيوية والدولية بالبطولات اللي نظمناها. يعني احنا نظمنا بطولة كأس العالم للشباب مرتين، إذا ما كانت ثلاث، يعني كل الأمور هذه قدرنا نحققها. وأنا أظل أكرر وأقول أن تشرفت بالعمل مع أخوي أبو جاسم، وتشرفت أكثر أن قدرنا أن نستقطب كل هالأمور هاي للبحرين وتاريخها العريق في الكرة الطائرة. هذه صراحة اللي أنا بس بغيت أبين لكم، ما أبي أطول عليكم، لأن الطائرة مهما يكون فرضت نفسها لكن مو مثل لعبة ثانية، بس إحنا فرضنا نفسنا بطريقة مثل ما يقول بالمات، نقول باللغة البحرينية، يعني مو يين بس وشفنا روحنا إن إحنا بس في الكرة الطائرة، لا حققنا الحمد لله أشياء الواحد يعتز فيها ويقدرها ويقدر دور كل من عمل فيه من الأندية ومن الاتحادات. الإخوان اللي اشتغلوا في عندنا في مجلس الإدارة أو اللي كانوا لاعبين سابقين، فللجميع كلهم التحية والتقدير، وأكون شاكر لكم استماعكم لنا في هالأمور هذه اللي نوفقنا فيها إن شاء الله أن نستطيع نقدم شيء حق كرة الطائرة. أنا بس عندي سؤال حق الإخوان اللي أصلوا من الحالة، إن هو أسسوا كرة الطائرة في الحالة ومنها انطلاقت اللعبة من الحالة. الحين وين موقع اللعبة في الحالة يعني؟ والله في عندي وايد وين لعبة. الحين ما له ذكر يعني. مع الأسف شديد. مع الأسف ما زلت أنا في ما زور نادي الحالة. أقول لكم أنتم حملتوا اللعبة زين، لأن إحنا كنا بالأساس
ملعب عادي. اليوم عندكم نادي على المستوى في صاله في صاله وفي مساحه، اقول لهم على الاقل حطوا لكم في النادي ملعب كره طائره ويجيبوا عيال الفريج خليهم يلعبون، حط لهم واحد مشرف وطالب يطلع لك فريق ندفش شوي. لا مش ما مش وايد انديه اكررها على النادي امرار وانتقل الحجز ادري كل روحه في النادي اقول لهم انتم اهملتوا اللعبه، احنا مؤسسين لعبه في الكره الطائره لازم نفضل النادي الحالف ولازم كل نادي الحال دور للقايه الارض وايد انديه راحت. الشيء الثاني اللي اللاعبين اللي كانوا موجودين في الحاله وذاك الوقت مستوياتهم ما شاء الله راحوا للمحرك. لا ما راحوا في شوف احسن لاعبين من اللاعبين اللي احسن لاعبين هو النقطه يمكن شوي الاتحاد فتح الباب يعني فتح الباب لحق اللاعبين التنقل. تعرف ان الامكانيات نادي محرق غير امكانيات نادي حالي، فنادي محرق اغرب بعض اللاعبين بالماده ويا ابوهم اللي راحوا ترى لاعبين فين وسنين لا بقول لك بس اثنين اللي راحوا اللي احسن لاعبين اللي هو خليفه الشوملي واحمد سيف. احمد سيف هاي هذا الاثنين اللي راحوا المحرك. يا مرشد ما راح؟ لا 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 مرشد اللي راحوا بس اثنين. شوف الحاله خليفه ظل الى عام 1980 محتكرين البطوله. نعم هذا البطوله 80 مثل ما قلت لك الدشه على الخط الجوفيري نادي النصر النصر وبعدين تشتري محرك وبعدين محرك. عموما اللعبه هملت من مجلس اداره النصر. انا للحين احب النصر صحيح. انا للحين احب النصر لو مهتمين به. انا موجود اول موجود يوم تحتضر اللعبه تحتضر شو تعني تحتضر؟ احتضار. انا موجود بالصاله. الصاله مشتركه بين السله وطائره. وانا اللي اسوي الجدول لنا ولهم حق جمع البيوت اللي هي صاله الحاله اول هي صاله الحاله نعم. السنيه وذي نتفق نايلس وانا اسير ويا ابو تمارين الفريق الاول الفريق الاول يقول فتره كل فتره اللي عقب اخر شيء عشان ما يشوف الشباب وانا اخر فتره الاولية بس 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 ست ثمان من ثمان ورايح ما ادري 90 ذي يوم تحتضر انا شو اقول لك شو المشاكل في لاعبين وكل حاط بال اللاعبين كل يطل الاداره واخر موسم كان مدرب تونسي مسؤول عن الالعاب عن الفئات السنيه تونسي يصيح يجيني يصيح في بعض المدربين يمنع مع مدرب الحاله ما بقدر اساميهم يمنع اللاعبين يلعبوا طائره يلعبوا مع مدرب تونسي حطيت مدرب غير انا موجود انا انا موجود اخذ تجربه انا موجود وعرفت ان اللعبه بتنتهي انا عارف اللعبه بتنتهي انا بقول بس اخر تجربه سلمت اخر تجربه تجربه البحرين كره الطائره يعني انا في اجتماع الاتحاد الدولي انا كنت برع هذه اللي في اتلانتا 96 دعوني الاتحاد الدولي ان القي محاضره في اجتماعات الجمعيه العموميه الاتحاد الدولي في اتلانتا في امريكا بس عن تجربه البحرين الكره الطائره والحمد لله يعني رحت هناك والقيت المحاضره على مستوى العالم القيت محاضره وكان من ضمنها تطوير مراكز الطائره في العالم والان مركز البحرين كان مو بالان الحين الافضل كان افضل مركز وعين كافضل مركز في العالم وخلوه هو المركز الوحيد اللي يدير مراكز العالم كلها وانا كنت رئيس المراكز ورحت افتتحت عده مراكز مركز رحنا بيرو افتتحنا مركز في بيرو وافتتحنا مركز في سريلانكا وافتتحنا مركز في تونس مركز في السودان كله باسم مركز البحرين التطوير. وين مركز البحرين؟ شكرا يا ابو جاسم الحقيقه الاخوه ابو عمر من طواح كان المحرك يقودهم ويدربهم بعد نعم نعم الحقيقه انا شاكر حق اخوي محمد واخوي بدر واخوي ابراهيم اذا بنتكلم عن كره الطائره ترى يعني قبل الليلتين المهم ان انا
ما أقدر أقول أعوذ بالله من غلطان. أخوي محمد ومتمسك كان فيني عدل يعني في المنتخب. أقول له ريحني، قال لي لا أنت. وكان مساعد مالي عبد الله الجيب الله يذكره بالخير بغيته كان يحضر معانا، وكنا مثل ما قلت لكم عائلة واحدة، ويعتمد علي أن أنا في المنتخبات. محمد حمادة اختلف مع المرحوم الله يرحمه أخوي فؤاد كمال كمدير لي أنا، مديري الأساسي في عملي، ومحمد حمادة معتمد علي المنتخبات. يصير ساعات بينه وبين أخونا المرحوم أستاذ فؤاد خلاف على أساس أن أنا عبد المبارك يسافر لازم يروح مع المنتخب، هذاك يقول لا بيروح السودان، هذاك يقول لا بيروح ما أدري وين. فإحنا يعني اشتغلنا شغل بطل صورة، لأن محمد يعني